وينضم إلينا من القاهرة مراسلنا سمير عمر، وأيضا من الخرطوم خالد عويس، ومن أديس أبابا مراسلنا جابر منصور. أهلا بكم جميعا. أبدأ منك سمير، إذا مع جولة جديدة، كيف تعتزم القاهرة خوض هذه الجولة؟ تعتزم القاهرة مروج هذه الجولة معززة بخبرات طويلة مع الجانب الإثيوبي بالتحديد فيما يتعلق بالجولات السابقة التي أخفقت جميعها في التوصل إلى اتفاق. هذه المرة ترى القاهرة أنه لابد من أن تكون المخرجات على قدر أهمية وخطورة هذا الوضع. المخرجات من وجهة نظر مصر أن تكون اتفاق ملزم لجميع الأطراف، اتفاق على كيفية مرحلة الملء والتشغيل لسد النهضة، اتفاق على كيفية التحكيم أو التعامل مع الأزمات اللاحقة لهذا الاتفاق الملزم. اتفاق لابد أن يلبي طموحات إثيوبيا في التنمية، وأيضا يستجيب لمخاوف مصر فيما يتعلق بحقوقها المائية. اتفاق يحفظ جميع الأطراف، وهذه هي الرسالة التي دخل بها وزير الري والموارد المائية المصري لهذا الاجتماع والذي سيستمر على نحو أسبوع، على أمل أن تفضي هذه الإجراءات التمهيدية إلى ما يقود إلى اتفاق واضح تقبل به الأطراف الثلاثة وتؤكد عليه آلية الاتحاد الأفريقي، ويلقى قبولا دوليا سواء من المراقبين الدوليين أو من الممولين للسد سواء في البنك الدولي أو الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، إذا أتحول إليك خالد عويس من الخرطوم، ماذا عن السودان خصوصا مع وجود عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في أديس أبابا؟ بحسب مصادر وزارة الري السودانية فإن الاجتماع انطلق في 6 مساء بتوقيت أبوظبي، أي قبل نحو 10 دقائق من الآن. الخرطوم تدخل لهذا الاجتماع على أمل التوافق حول الخطوات القادمة وتقديم مذكرة بهذا الخصوص للاتحاد الأفريقي. هذه الخطوات تشمل الاجتماعات القادمة وتحديدا المدد الزمنية للتفاوض وأجندة التفاوض. يركز السودانيون على هذه المسائل تحديدا لتلافي القصور الذي شاب الجولات السابقة وأدى إلى نتائج ليست كما كان متوقعا الوصول لحل نهائي ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد، بالإضافة لي آلية فض المنازعات التي قد تنشأ لاحقا. زيارة البرهان أيضا ربما تأتي في هذا الإطار، إطار المساعي السودانية لردم هوة الخلافات بين الدول الثلاث، على أمل أن لا تتطور هذه الأزمة إلى ما لا يحمد عقباه ربما. نعم. إذن أتحول إليك جابر، هل تمت مؤشرات لموقف ربما مغاير بهذا الشيء لإثيوبيا هذه المرة؟ إثيوبيا تقول مروج أنها ستدخل هذه المفاوضات أو دخلتها بالفعل، وهي تستند إلى إرث شعبي كبير، وأن سد النهضة يعتبر بمثابة الحياة والشريان الحيوي لإثيوبيا، خاصة وأن رئيس الوزراء أبي أحمد ربما في الشهر الفائت كان قد عين أحد المعارضين له من إقليم التجراي لجمع التبرعات من شعب إثيوبيا للاستمرار في بناء سد النهضة وتشغيله. البرهان اليوم في إثيوبيا وقد وجد استقبالا حارا جدا، كأن الإثيوبيون يريدون أن يقولوا بأن زيارة البرهان ستدعم عملية التفاوض الجارية الآن، خاصة أنه في الأسبوع الماضي كان قد زار مصر والآن يزور إثيوبيا، وربما هناك نقاط للتفاهم كثيرة جدا تربط الدول الثلاث، وربما زيارة هذا البرهان أيضا تسرع في عملية الاتفاقات المستمرة بين الدول الثلاث، خاصة وأن إثيوبيا كما تقول مرارا وتكرارا بالرغم من أنها تتهم بأنها يعني قد تسبب ضرر للآخرين، لكنها تقول نحن ما زلنا في إطار الاتحاد الأفريقي وفي إطار التسوية السياسية العادلة ولتوزيع الموارد لكل المنطقة، خاصة وأن هناك زيارات سبقت البرهان كذلك إلى أديس أبابا. شكرا جزيلا لكم جميعا من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور، وخالد عويس مراسلنا من الخرطوم، وسمير عمر مراسلنا من القاهرة.